السلام عليكم موعد توقيت مباراة فريق الرجاء الرياضي وفريق أولمبيك سافي في الجولة السابعة من البطولة المغربية الاحترافية والقسم الأول والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل فريق الرجاء الرياضي المركز الرابع في ترتيب البطولة المغربية الاحترافية والقسم الأول برصيد 12 نقطة ويحتل فريق أولمبيك سافي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط ويستقبل أولمبيك سفير الرجاء الرياضي في الجولة السابعة من البطولة المغربية الاحترافية والقسم القسم الأول يوم السبت 28 أكتوبر 2023 على ملعب المسيرة الخضراء في حدود الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت المغرب الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية